تزوج عبد الرحمن حصة بنت عبد الله العفيصاني من بنات قرية ورغبة، ثم قرر بعدها ترك العمل عند عبد العزيز بن نصار بعد أن عرض عليه الشراكة مع مجموعة كان من بينهم رجل الأعمال محمد المشعل، ليبدأ عبد الرحمن في ذلك الوقت أول أعماله التجارية كشريك وليس أجيرا. حسب ما روى لنا الوالد وذكرنا قصة التأسيس، أنه لما ترك الشيخ عبد العزيز بن نصار كان مجموع ما حصل عليه 27,000 ريال، فدخل في شراكة مع الشيخ محمد المشعل، 40,000 ريال الوالد، 40,000 ريال الشيخ محمد المشعل، 27,000 ريال حاضرة يدفعها الوالد اللي هي حصل عليها واشتغل فيها في 8 سنوات اللي قضاها مع الشيخ عبد العزيز بن نصار، وباقي المبلغ يخصم شهريا من مستحقات الوالد، و40,000 ريال طبعا من الشيخ محمد المشعل، والوالد اختار اسم له بيت الرياض ليعبر عن طبيعة الشركة وتخصصها في تسويق المنتجات اللي يسوقونها اللي هي تلزم للبيت، بيت الرياض يسوقون أدوات منزلية، قدور، معالق، شواك، أشياء معينة، كل ما يلزم البيت. وكانت الحقيقة الشركة أول ما بدأت كانت في وسط الرياض، فكنا في قيصرية بن سيار، ثم أيضا انتقلنا من قيصرية بن سيار إلى قيصرية مشيقر، ثم أيضا استقرينا في شارع الوزير. شارع الوزير ذيك الأيام كان يسمى شارع الوزير، وهو أول شارع يعتبر جديدا للأسواق. فأنا كنت في بداية عملي لم يكن لي راتب، كان مبلغ بسيط أخذه مثلا ليقضي لزوم حاجتي، فبدأنا نحقق أرباح بسيطة، ثم بدأنا نحقق أرباح ولله الحمد جيدة، ثم انتقلنا من عمل متواضع إلى عمل كبير وواسع. ما في شك أنه دائما كل نشاط، كل إنسان قد يتعرض لبعض التحديات يعني، وما في شك أنه شريكي محمد المشعل رحمة الله عليه كان من الرجال الذين هم الحقيقة رموز من رموز الاقتصاد، وكان ثقته في رحمة الله عليه اللي جعلتني أدخل وياه مع شريك، ولكن وصلنا إلى فترة لا بد من معالجة هذا عدم التواصل، وكان سببها أنه صار بيني وبينه شوية تصادم في الحديث وفي ذا، فوصلت أمورنا إلى أن وصلت إلى أمير منطقة الرياض الله يديم عزه، الذي في ذلك الوقت كان أميرا للرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، فوصله الموضوع والخلاف فدعانا وجلسنا أنا ومحمد المشعل، ويعني جزاه الله خير وجه ونصح بمعالجة هذا الموضوع، وفعلا خرجنا من عند الأمير سلمان ونحن مقتنعين بما تفضل به سمو الأمير سلمان في ذلك الوقت، وصلنا إلى اتفاق أني أشتري حصة الشيخ محمد المشعل. فقدر الشيخ محمد المشعل 1,600,000، يعني الوالد كان يذكر المبلغ كان كبير عليه وشوي يعني مبالغ فيه في ذلك الوقت، لكن رغم هذا الوالد وافق على هالشيء هذا، لأنه عنده طموح وعنده أمل وعنده ثقة في الشركة هذه وعنده ثقة في السوق السعودي وأنه فيه نمو وفيه نجاحات قادمة بإذن الله. فبناء عليه الوالد اتفق مع الشيخ محمد مشعل على هذه الشراكة وأنها يعني تنفض بالطريقة وبالاتفاق اللي رآه الشيخ محمد مشعل، وظن الوالد أنه خلاص يعني كلمة التزام وأنه يعني تكفي هذه، لكن الشيخ محمد مشعل رأى أنه لابد أنه يحضر كفيل، فاضطر الوالد أنه يبحث عن كفلاء، فكان هنالك صديق عزيز ووفي للوالد الشيخ أو العم محمد الحنطي الله يرحمه، فقال أنا أبدا أنا أكفلك في مبلغ 600,000، بقي المليون
كفله البنك، بنك الأهلي. كان في كذلك يعني زميل من زملاء الوالد كان تعرف عليهم في مجال العمل اسمه مبارك بعارمة، كان هو مدير البنك الأهلي في الرياض في ذلك الوقت، وكان يرى يعني في الوالد يعني حسن الخلق ويرى فيه الأمانة والالتزام أثناء العمل، فقال أبدا أنا عندي الموضوع. حتى أنه الوالد كان يبغى يكتب يوقع أشياء معينة والتزامات، قال أبدا بدون أوراق بدون توقيع أنا أضمنك توكل على الله. وفعلا اتفقوا على مدة معينة على أساس أن الوالد سدد هذه المبالغ في وقت معين. الوالد بذل جهد كبير في أنه يسددها في الوقت نفسه وحتى قبلها، وحالفه الحفظ الحمد لله والتوفيق، لأنه كان ينوي فعلا سداد هذا المبلغ وقفل المبلغ قبل وقت السداد. وبالتالي أصبحت الشركة الآن شركة بيت الرياض هي ملك الشيخ عبد الرحمن الجريسي. هذا كان في عام 1969.